مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني من هاشتاغ بيناتنا. تفاعلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي باستعمال هاشتاغ بيناتنا على تويتر فيسبوك وكذلك انستغرام. وما تنسوش تخليوا لنا رسائلكم عبر الواتساب في الرقم اللي كتشوفوا في الاسفل، وكذلك النجوم والمشاهير اللي بغيتوا تشوفوهم معنا في بلاطو هاشتاغ بيناتنا. مازال حاضر معنا في بلاطو جود بيومي، والتحق بنا ضيفنا الفنان الرابور المتالق علي صامد. مرحبا بك. السلام عليكم جود، اسامه، بشرى، الله يبارك فيكم، مشاهدين الصامدون في العالم. مرحبا بك علي صامد، تحيه للصامدون هما الاصدقاء ديالك والعائله ديالك. العائله فيهم فانز، اصدقاء، الناس اللي خدامين معنا، الناس اللي تلاقينا بهم. علي، بغينا نعرفوا عليك كل شيء. انت كيفاش كتكتب الاغاني ديالك؟ كيفاش كتختار السطوري ديال الاغاني ديالك؟ واش كتحفظ الكلمات؟ غالبا كنكتب بالاحساس ديالي، الحاجه اللي كنحس بها. وطبعا الكتابه قبل ما تحفظ، يعني كتكتب من بعد كتحفظ، من بعد كيدوز فيلينغ مع الموسيقى كتسجل ديريكت. ومثلا الا طلعتي فوق الخشبه سيغ سين، واش دائما كتكون حافظ 100% ديال لي بارول؟ طبعا شي حاجه الا خرجتيها وخرجت للعامه وسمعها كلشي كتكون حافظه. وجميع الاغاني اللي كنزلهم راه كنحبهم وفيها احساس ديالي. وانت اللي كتبهم؟ صح، ما كاينش شي كلمه كتبها لي شي حد، ولكن الكتابه كيف ما كنعرفوا هي مخاض، عتيره بحال اللي كتولد. لان الابداع راه ماشي سهل. واش يعني كتوقع لك كتكتب شي حاجه وتحيدها وتولي عاوتاني تكتب وتحيد وتنقي؟ وبعد ساعات كتبغي تكتب انت حاس بشي حاجه وما كتجيش ديك الالهام والانسبيراسيون، ما كيكونش. انت من دوك الناس اللي كينعسوا وكيحطوا حداهم ورقه وستيلو، لان تقدر تبان ليه شي حاجه وندوك تبان ديك الساعات كنوض نقلب على ستيلو وكنقلب على شي حاجه نكتب، ولا بالليل نكون ناعس. وغالبا كنكتب بالليل هدوء وكالم غالبا. صافي، شنو كيميزك على فنانين الراب اللي كاينين في المغرب؟ اليوم ما شاء الله في المغرب كاينين بزاف ديال الفنانين كيقدموا الراب، سواء قدام ولا جداد، شنو كيميز علي الصامت؟ شنو كتقول انا احسن من هذوك ولا؟ الجمهور هو اللي خصو يحكم حقيقة. هو اللي كيحكم، ولكن انت مع راسك كتقول انا مميز على وجهي. ديالي هي كنعمل تحفيز وكنحاول نعطي تحفيز للشباب اللي عنده شي موهبه ولا عنده شي حاجه كيتقنها، شي عمل، شي حاجه، شي رياضه، يخرج من الواقع اللي منحصر، خصوصا الناس ديال الاحياء الشعبيه والناس اللي حاصلين في شي واقع ولا في شي محيط يخرجوا منه. هذه هي الحاجه اللي كنتميزوا بها، وحنا عبره بحكم داك الشيء اللي دوزنا واللي عشنا. وشنو كتقول في اغاني الراب اللي كيدوزوا في الراديو؟ مزيان، لكن بامكانه اللي مسؤول على شي بوست ولا شي حاجه يبحث اكثر، حيت الفن كيتجدد. حيت كنلاحظوا بكل صراحه اغاني كيدوزوا هذه 7 سنين 6 سنين وباقي كيدوزوا. راه كاينه نجوم صغار يستاهلوا يدوزوا. عجبتني واحد الجمله قلتيها دابا، قال لك حاصلين في شي واقع. يعني شي واحد اللي حاصل راه يعني مشدود، وإلا كان مشدود يعني كيقلب على الحل فين يخرج. العزيمه يخرج منها. ويبدا من نفسه. الوغ انت كيف ما هكا ماشي كيفاش كنتي. واش انت كنتي حاصل في شي واقع وخرجتي منه؟ انا واحد الانسان خلق وكبر في حي شعبي وثقت في الموهبه ديالي ومع الاصدقاء ديال الطفوله اللي كبرت معاهم، وبهذا الفن استطعنا نخرجوا من ديك الدائره ديال الحي الشعبي. ما وقفناش في راس الدرب، قلنا لا ما كاين ما يدار وما عندناش خدمه وهذه راه ما كملناش قرايه. لا، سمحت بقرايه في نيفو باك، لكن تبعت الموسيقى ديال الراب وصلتني بزاف ديال الحاجات اللي واخا كنت نكمل قرايتي ما كنت نوصل لها. والحي الشعبي هو مدرسه وتحيه كبيره لكل المدن القديمه اللي عطاتنا فنانين رائعين، سواء في الراب ولا في ميادين اخرى. علي الصامت، شنو الرد ديالك على الناس اللي دائما كيربطوا الاسم ديالك باسم مسلم؟ مسلم عاون علي الصامت سواء شخصيا ولا فنيا. هذه كاينه، هذه كتشوف انت كتسمعها وكتشوف. مسلم صديق ديالي والصديق ديالنا كاملين، المجموعه ديالي وولد مدينه ديالي، ولكن ولد بلادي، ولكن ما كاين باقي لحد الان ما كاينش شي تعاون رسمي عاونني به في الكارير ديالي. بالعكس، ملي كان كلشي كونترا ليو، ملي كان كلشي معاه، حنا كان بيناتنا كلاش بحكم الاولد سكول وهذه. دابا ملي رجع غالب الاغلبيه ديال الرابرز كونترا ليو، حنا معاه، يعني حنا العكس ما كنتبعوش الموجه، لكن مازال الان ما عاونيش بشي حاجه. كتقول ما عاونكش رسميا، ولكن انه يظهر معاك بيناتنا علاقه. لا، انه يظهر معاك في كليب راه معاونه. محمد وعالي ماشي الصامد ومسلم، بيناتهم علاقه بالحق. فنيا عندنا فيتورينغ في الالبوم، لكن شي حاجه اللي مسلم طلع صامد لا. هو كيقولوا مسلم طلع صامد؟ لا، ما كاينش. اللي عارف هادشي، اللي عارف ومتبع كارير ديالنا قبل، هاد الهضره هذه كتجي بسيطه. المهم انت كتحترم الشخص والفنان بطبيعه الحال. كنحترمه بزاف، وإلا كاين شي تعاون مستقبلا اوكي، لكن انا عندي مجموعه ديالي، هو عنده مجموعه ديالو، ولا بقى سولو هذاك شغله الله يسر له، والاعمال ديالو حنا كنحترموهم.
وفيتورينغ هو التعاون الوحيد اللي يكون رسمي في كارير ديالي اللي هي مسلم. تقريبا 16 عام هو قديم علينا وكنحترمه بحكم السن ديالو وماشي ضروري ان الموحد الفني يكون كونترا نحد ورجع كونترا ليلو ساينا بالعكس احترمه كاين تعامل كان مع مستر كريزي شكون صاحب فكره اغنيه فيدا الصراحه جا داس فيلينغ عادي جا بقى معايا في الدار شي 3 شهور يمكن داس فيلينغ جات فكره مزدوجه ما كانتش شي حد وانا اخترت تنزل عنده في الشانيل ديالو بالحق مجملا كليب وتراك كان ب يعني كان جوارح لا كان ديالي كان ديالي شخصيا 100% تكلفت بمصاريف ديال كلشي وديال المجموعه لا بكليب ولا باوديو وحاليا في ستريمينغ الارباح كترجع للمجموعه ديالنا واخا تبوستا بالشانيل ديال مستر كريزي واخا تبوستا بالشانيل ديالو وهو الكوبي رايز ديالي كتدي له الارباح وهو كيربح شويه العمل ديالو كيربح من الملايين المشاهدات حيت العلاقه ما بقاتش 100% دابا ما بقيتيش مزيان معاه هو اللي ما بقاش مزيان مع راسو مع راسو شنو دار لك مستر كريزي ولا شنو درتي انت لمستر كريزي عصام دار راسو ماشي ليلي حيت انا ملي كان كيجي عندنا كانت الام ديالو كتوصينا عليه وحنا كنا كننصحوه وتبع بزاف ديال الطرقان وحنا كان عندنا بيناتنا فحال معاهدات يعني لا الشك كدير ودير ودير انا ما بقاش صاحبك نهار اللي دار داك الشيء هذاك ما بقاتش العلاقه ودابا الا اعتذر يكون خير عادي هذا الشيء ديال الراب جيم ما تفهموش فيه بزاف بحال اللي حنا ما فهموش في الدومين ديالك لا ماشي مشكل لا حيت كاينه حدود بين اسمح لي علي غنمزيك مباشر وانت جاوبني مباشره واش خلف اللعب من ناحيه لفظيه ولا من ناحيه السلوك ديالو لا حنا ما نكبروش قضيه نجيبوا له طبيب نفساني ولا شي حاجه بحال هكاك السيد دار شي حاجات اللي ما عجبوناش حنا تنازلنا عليهم اخي اسامه وقلنا يعني كمل الطريق ديالو واش شخصيا ولا احترافيا؟ لا شخصية المهم هاد الأغنية هاد الأغنية راه 13 مليون ولا 14 مليون مشاهد وي والأغنية في ألبوم راه عندي في سورينغ معاه في الألبوم ديالي واخا كاين الخلاف المهم تحية ليه تحية ليه بالحق نناقشوا واش ينزل في الكاميرا ماشي هو مورا الكاميرا كيف ما قلت لك كتبان ظريف هو ظريف الله يعمر هذا في الكاميرا دائما كتعطي ديك الشخصية ديال أنا قبيح لا انا مش قبيح انا متاكد من قرار راس ديالي صافي الضحكه صاحبي ما كتخرجش بزاف باقي ما ضحك باقي ما كاينش حاجه بابا صافي خاصك راه شي هضره اللي ضحكني كتعطي هذه حاجه بجديه كنضرب معقول يعني كتعطي شخصيه ماشي ديالك في الكاميرا على الصامت لا لا هو انا قلت لك انا كنشوفك ظريف ضحك قلت لي يمكن مع ادرينالين وهذه كتبان لك لا ما تخافش مني ما تخافش منك صاحبي معنا علي صامد، علي صامد حاضر في البلاطو، علي صامد كتخدم مع بزاف ديال المخرجين كليبات أجنبيين، علاش؟ جابت الخدمة وصافي ماشي بالتحديد، يعني المكان اللي أنا فيه هو اللي كيفرض عليا مع من نخدم وصافي. شنو المكان اللي أنت فيه؟ حاليا كنعيش ما بين هولندا والمغرب. أمستردام، طنجة. هي حاجة مزيانة لأنه كنجيبوا تقنيات جديدة، كنجيبوا معرفة ربما ما كنكونوش عارفينها، ولكن كاينة واحد الناحية سلبية هي ممكن نشجعوا أكثر للمخرجين المغاربة. لا احنا بالعكس ملي كنخدموا معاهم راه كنكتشفوا بان المغاربه راه زايدين في النيفو غير كاين واحد الفرق اللي هو الجمهور الا كان الجمهور ديالنا كيتقبل الفن ديالنا فحال اللي هما الجمهور ديالهم كيتفاعل مع الراب بطريقه عجيبه غادي نزبقوهم اكثر ولكن ملي كنشوفوا الكليب ديالك اخويا علي كنشوفوا بزاف ديال لي مويا يعني كاين الفلوس لا على المستوى التقني ولا على المستوى المناظر انت كتسافر لشي بلايص باش كتصورهم واش عندك منتجين خواص ولا انت كتنتج راسك شوف هذا كنتعمد نبين هذا الشيء هذا باش نقول اي حد بحال اللي نرجعوا للموضوع ديال قبيل بانك يو كان تقدر غير فكر مزيان وغتقدر تقدر تعمل الحاجات اللي هما احلام بالنسبه لي لك اليوم غادا يرجعوا واقع وبالنسبه لداك الشيء بمجهودات شخصيه فلوسك يعني ماشي فلوسي بوحدي فلوس ديال المجموعه حيت انا كنمثل المجموعه صامد كيمثل واحد من المجموعه اللي هي الدي ال اللي حاليا ان شاء الله كنوجدوا اللابيل مجموعه في اطار شنو جمعيه ولا لا مجموعه شركه غنائية. ولا مجموعه غنائيه بدات بالراب فرقه غنائيه فرقه ديال الراب فيها اعضاء
كنفكرون نتبناو ديزارتيست دونك كتكوتيزيو راسكم وكتربحوا من الحفلات ومن اليوتيوب. يعني الاطار اللي عندكم هو اطار شركه، وطبعا مع اللوغوس اللي كيكونوا في دي كليب هذوك الناس ساهموا في كليب شي حاجه. وعندك مسالع ديالك الشخصيه يمكن المداخل ديالك تعاون بها في الفيلم. صح، عندنا براند ماركه ديالنا وكاين سناك ديال ساميدون وان شاء الله قريب نفتحوا ليبل اللي غنجيبوا فيها ديزارتيست نسنيو معاهم كونو سيني معايا انا بغى الرابي ان شاء الله فيتورينغ مع مشكل اخويا فهمتي راه كدير راب بشرى انا كنرابي يلا عملنا شي كلاس حيت كتعرف لي سيناريو راه كلهم دارجه وكان صافي ديري ليها بشرى ضحي فيك شي تراك. لا يلا عطيني دابا شي حاجه. لا ما كنعرفش الكلاشي انا كنعرف قلت تبارك الله عليك غزال في الفن حيت كدير شي حاجات الابداع انت بدا يلا كلاش. لا ما نقدرش. لا بدايه شي حاجه فريستايل. ما يمكنش فنانه كبيره يعني كبرنا معاكم في كاش واقع صغيره انا صغيرة منك اخويا. لا فنانه كبيره في الميدان في الميدان. الله يحفظك بشرى احتراما لك. هو اللي غيبدا عطيه العصير. لا هو اللي غيبدا يبدا هو بشرى ندبيت سير سير تينا. لا انت الاول يا بشرى سير سير هز الميكرو عليا يلا يا سير هز الميكرو بشرى زينتي بزاف دابا نشوفوك نواره بشرى زيد كمل في هذا الشيء حنا كنفتخروا بك بشرى. صميد صميد نهار اللي جيتي فيه العيد علي علي بركه من التعالي نزل لا نحاني محاني محاني حاني غير معنا حنا مع الاخرين انت انت الفوق 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 نيسان مع الاعداء ديما فوق 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 ما كاينش الاعداء كاين غير الاصدقاء نيسان اعداء لابد منهم هما اللي كنعملوا بهم التحفيز والليسونس ديال الطريق. ولكن الشوفه اللي كتشوف خاصها تكون ديما زوينه واخا يكونوا اعداء ردهم انت صحاب باش تمشي بعيد هدفك واضح مصدق نيشان يا لايف على صديقتي الاعداء مع بشرى اهريس. انت عندك مواقف اكيد عندك اعداء، هاد الاعداء هما اللي مخليين تخلي حياتك الشخصيه والناس اللي دارين بك من عائلتك بعاد كل البعد يعني ما كنعرفوهمش وما كنشوفوهمش خايف عليهم. بيان سور خايف شكون اللي ما كيخافش على الاهل ديالو ولا الاسره ديالو وخاصه الا كان شي واحد في الاضواء بحالنا كنا وكيشوفوك بزاف ديال الناس ما القلوب ماشي كلها صافيه القلوب كاين القلوب اللي مريضه الله يشافيها ماشي بخاطره. بصح انت مزوج عندك جوج بنات شوف جوج عيالات ولا جوج لا جوج بنات مزوج ووالد جوج بنيتات. انا ما نقدرش نجاوبك على هذا السؤال هذا ما الفم اكد ها لا غادي علاش حيتاش الحياه ديالي الشخصيه كنفصلها انا نقول لك علاش نطرح لكم سبب اللي انا مقتنع به هو ان انا اخترت الاضواء عائلتي ولا كانوا عندي هاد جوج عيالات اللي كتقول انت باغي جوج بنات جوج بنات تخلي بهم يا ربي الحبيب من فمك عند الله يعني ما كاينينش عاد ربي ثلاثه ديال البنات تدخل الجنه الا ربيتهم مزيان ان شاء الله. علي الزوجه ديالك ماشي في الميدان اللاعبيه ديال الكره سونطريت لك دابا شوف ماشي كلشي كيعجبو الاضواء وإلا كانوا عندي ولاد مثلا ولا مجوج ولا مزوج ماشي في الميدان ما يمكنش انني ندخل شي حد من العالم ديال الشهره هو ما باغيش مزيان تحمل واحد الخصوصيه ديالهم او لا الا كان عندي ولاد مثلا شكون قال لي بلي هو باغي داك الشيء انا نسميه ونشهرو ملي يولي عنده اللي عنده الله يفرحك عالي ديك الساعه هو يجي يجلس هنا عندنا. الوالده ديالك عجبها الحال من هذا الشيء اللي كدير تايقه فيا وعارفه شنو كنفكر فيه وعارفه شنو الرساله اللي كنحاول نوصل انا غير مثال فرحانه للشهره ديالك الشعب المغربي فرحانه للشهره ديالك الحمد لله الله يخليك ما عندي علاش نتخبى. سميد تفضل مازال عندك حرس خاص؟ لابد لابد عادي هذه مساله عاديه ما كيكون شي مهرجان ولا شي حفله رسميه كيكون عندك الناس اللي كيحميوك ماشي كيحميوك بمعنى الكلمه لكن باش ما يكونش ديكالاج في الطريق وانت داخل لاسين وانت نازل من لاسين وانت كدير مع سيلفي ولا فوتوس مع خاش ماشي حاجه عاديه من الله سبحانه وتعالى. لا الله كنا كنخافوا منه خايف انني نتلاقى الله وانا كنمشي حاجه غلط صدقا كاملين بينا شي حاجه بحالاش بشرى. لا حيت مثلا ملي كنمشيو بلي بوديغارد وكنحاولوا دائما ان ما نتخلطوش مع الناس وانت عاد دابا عرفتي هضرتي على الاعداء هضرتي على بزاف الحوايج اللي سلبيه في المجتمع ديالنا واش انت خايف على راسك من شي حاجه؟ خايف ندير شي حاجه في الكارير ديالي؟ لا ماشي دير
خايف من الاخر لا ياذيك، لان مؤخرا كنت تعرضتي لواحد الاعتداء وكنا قلقنا عليك وكنا خفنا عليك لان شفنا شي صور اللي ما عجبتناش. صراحه ما هو ماشي خوف انني يوقع لي هذاك، لكن خوف انني نطيح في شي موقف اللي نعذب معايا بزاف الناس ونالم بزاف الناس ولا نكون في شي صوره. وديجا وقعت لك؟ ديجا وقعت طبعا. هذه ضريبه الشهره، الانسان اللي معروف خصو يرد باله من المسائل هذو. علي صامي دوزتي واحد الفتره في السجن في طنجه، كيفاش كان الاحساس ديالك ملي خرجتي؟ حاولت ننسى ذاك الشيء هذاك، ننسى ماضي. كانت واحد قضيه وكنت متورط فيها، والغلط كان ديال الاشخاص اخرين، هما اللي كتحمل المسؤوليه عند الله. تقبطوا تشدوا تعاقبوا تحاسبوا؟ طبعا ضروري خصو يكون العقاب الا كان شي حاجه. وهذه الاخرى يعني كان بغلط، كنتحمل المسؤوليه ديالو شويه هنا، حيت ما كان ما خصنيش نتواجد في شي اماكن اللي هي عامه 100%، حيت انا اللي اخترت هادشي، اخترت هادشي هذا، اخترت انني نكون كيعرفوني الناس ونحاول نوصل الرسائل. لكن من بعد الناس تنادم معاهم الحال، حتى اللي وقعوا معايا في مشكل، يعني كاين اللي اعتذر مني، كاين اللي الحمد لله كنحاول نبين لهم شكون صامد وشنو كيحاول يعمل صامد عبر الوسيله اللي في يدي اللي متوفره اللي هي الراعي. نمشيو عند الفنان، واحد الفنان واحد اخر اكيد كتعرفوا، درنا معاه حوار جودياك، هو الفنان والمطرب المتعلق عصام سرحان. عصام مرحبا بك. جود الله يحفظك ولله يخطيك، وشكرا دائما على المتابعه ديالك. عصام تخرج برنامج دو فويس، كتبعوا في الدوره؟ وطبعا واخا الانشغالات وداك الشيء، ولكن كنحاول نتبعو، وطبعا كندعم المغاربه كلهم واللي اصوات جميله هذا العام شاركه. شكون المغربي اللي عجبك اكثر او المغربي اللي عجبتك اكثر هذه السنه؟ المغاربه كلهم طبعا عجبوني، بما بهم رضوان الاسمار، الحافظه فالكو، من الاصوات الجميلين تبارك الله. الجديد الفني دابا انا بغيت ندوي على الشق الفني ديال عصام سرحان، عرفت انك تحضر بزاف ديال الاعمال، دولينا على الاعمال اللي كتحضر لها. ان شاء الله عندي بزاف الاعمال كنشتغل عليهم، من بينهم واحد العمل اللي هو باللغه العربيه، غادي يكون كيخرج خارج السرب، كيجمع ما بين الحاضر والماضي، بحكم انه بزاف الناس كيطالبوا انني نعمل واحد القصيده، فان شاء الله غادي قريبا غادي نصدر هذه الاغنيه هذه، تكون على شكل قصيده ملحنه من الالحان ديالي وكلمات الاخ ديالي باللغه العربيه. والعمل الثاني اللي غادي ينزل موراه هو عمل لبناني باللهجه اللبنانيه مع فريق جدا محترف. ماعرفتش انها مغامره تغني باللغه العربيه الفصحى والقصيده، خاصه انه واحد اللون اللي صعيب وما كيزعمش عليه بزاف ديال الناس. هي مغامره، ولكن بالنسبه لي ما كنظنش انها مغامره، بحكم اني كنشوف متابعين وكنقرا التعاليق كلهم. كاين الناس اللي عندي بزاف ديال الناس، بزاف الاذواق صراحه في المتابعين ديالي، من بينهم اللغه العربيه، كاين بزاف الناس كيطالبوا اني نغني باللغه العربيه، كان هذا كادو بالنسبه لي لهم قبل بعد ما صدرت اغنيه فارس احلامك اللي كانت في الصيف، فعجباتهم طبعا. ولكن كاين بعض الناس كيطالبوا انني نغني باللغه العربيه، فانا كنلبي هاد الطلبات. والاخ ديالك، يعني من كلمات الاخ ديالك، هو ديجا كيكتب ولا غير هذه ثقه من عصام سرحان الاخ ديالك؟ هو خاي طبعا، هو اللي اصلا بدا معايا المشوار وكان كيسقى الموهبه ديالي، وجدا كيعرف يكتب لانه خاطر بزاف ما شاء الله، وشاعر اصلا، وشاعر ما كانش عنده اعمال، يعني ما مسبقلوش انه كتب لشي واحد شي مغني، ولكن كيكتب مزيان، انا مآمن بالكتابه ديالو. الاغنيه الجايه غتكون لبنانيه او لا مصريه او لا مغربيه؟ الاغنيه الجايه غتكون مع فريق لبناني باللهجه اللبنانيه، من بعدها تكون اغنيه مغربيه. اللهجه اللبنانيه اول مره تغني لبنانيه عصام؟ اول مره ان شاء الله، كنتمنى ان المتابعين يعجبهم. كيفاش جات الفكره انك تغني اغنيه لبنانيه؟ واش غتكون لون رومانسي جديد او لا؟ تكلمنا اكثر على هذا العمل لانه كيهمنا وكيهم الجمهور اللبناني اللي عند عصام سرحان. فين هو عمل متميز بزاف، في واحد الانسترومنتال بعدا اللي لاعبين حلا عليه، واللحن هو لحن جديد بزاف، فانا داكشي اللي خلاني نجذب لذاك الاغنيه، فيها كلمات زوينه مفهومه، ولو انها باللهجه اللبنانيه كنظن ان حتى المغاربه غادي يفهموها، ومنها غادي نقرب طبعا الجمهور ديالي في لبنان اللي حتى هما كيدعموني. وخوفك في مهرجانات وحفلات، ما شاء الله كاين حضور لعصام سرحان في المهرجانات والحفلات، السؤال ديالي واش عندك اداره اعمال اليوم؟ عندي طبعا اداره اعمال اللي هي من الاداره ديال الاخ ديالي الاكبر منير، بحكم اني ما قدرتش نسني مع شي شركه، كاين بزاف الشركات اللي بغاو يسنيو معنا، كنحاول ما امكن انني نسني في عمل فني ما يكونش عقد احتكاري. جاوب بزاف ديال العقود الاحتكاريه يا عصام. جاوب بزاف ديال العقود الاحتكاريه، وانا من الناس اللي ما كنامنش بعقد احتكاري، ما نقدرش. حاليا مستقر فين؟ باقي مستقر في الشمال، او جيتي للدار البيضاء ولا الرباط بحال كيديروا جميع الفنانين او اغلب الفنانين؟
انا مستقر صراحه ما بين كازا وتطوان، اغلبيه في تطوان، ولكن كنجي بزاف لكازا بحكم اغلب الاعمال ديالي اللي كتجيني من كازا، الرباط، مراكش، اكادير. اليوم حنا في اكادير، فكنفكر نجي بصفه نهائيه ان شاء الله لكازا. علاش كازا؟ لان كنضرب الطريق بزاف عييت فكان كندير مجهود. شو الجانب الشخصي ديال عصام ولا الشخص الشخصي ديال عصام؟ متزوج، عازب، شنو؟ ما كنعرفوش بزاف على حياتك الشخصيه يا عصام. لا انا من الناس اللي كنهضرش على حياتي الشخصيه، ولكن واضح في نفس الوقت بزاف الناس كيعرفوا عليا كل شيء. انا اعزب، ما كنفكر حاليا غير في الفن، والفن مصاب نقد عليه لان الفن كياخذ وقت كبير بزاف من حياه الفنان. ولكن المهم الفنان يكون في الجانب ديالو شخص او شركه حياه. مهم بزاف، ولكن في هذه المرحله انا بالنسبه لي كنظنش مهم، لان الاهم هو الموسيقى ونصدر اعمال تعجب الناس، هذا هو المهم. اخر شيء رساله للناس اللي كيشوفوك من خلال هاشتاغ بيناتنا. وطبعا جود كنشكرك بزاف بزاف بزاف، لان انت دائما من المتابعين ديالي وكتحاول انك تبقى معايا اون كونتاكت وتاخذ الاخبار ديالي. وطبعا كنوجه تحيه كبيره لبرنامج هاشتاغ بيناتنا، وكنقول لهم في البلاطو وشكرا لكم بزاف سي اسامه وبشرى، وطبعا المشاهدين اللي كيشاهدونا كنتمنى دائما نكون عند حسن ظنكم. شكرا جود، الله يحفظك. رجوعا عند ضيفنا علي صميد الرابر اللي هو اول ظهور تلفزي ديالو في بلاطو تلفزيوني. مرحبا بك مجديد علي. علي مثلا ما كرهناش نشبهوا الامريكان والاوروبيين في شي حاجات، وانت عندك هذه المؤهلات كنشاهدوها في الكليب ديالك، الكليبات ديالك كنشاهدوها حتى في الموهبه ديالك. مثلا كتحلم دير فيلم على مسيرتك، ولا مثلا سيري مسلسل اللي كيهضر على الراب، بحال اللي داروا 50 سنت، بحال اللي داروا بزاف ديال الروابط في امريكان. هذه الحاجه هذه بالضبط كانت من الاحلام ديالي، وداخله في الاحلام ديالي المستقبل والاهداف. وحاليا كاين كاتبه كتكتب الحياه ديالي، اي حاجه، اي موقف اتخذته، اي حاجه جديده درتها، نجاح، فشل، شبه فشل، اي حاجه كتكتب. وان شاء الله مستقبلا ديك الكتاب يولي فيلم، غير خصنا نزيدوا نتحصلوا على الامكانيات اكثر باش تكون شي حاجه كتشرف المغرب. الكتابه اذا اسمح لي زيانه هذه القضيه اللي شي واحد تيكتب السيره الذاتيه ديالك. السيره الذاتيه ديالك، واش كتخيل السيره الذاتيه ديالك؟ دابا انت باقي جون وباقي صغير وباقي غادي تخدم بزاف ان شاء الله. يعني ديسي واحد 30 عام ولا 40 عام غتكون واحد دي ان زوينه لك. ان شاء الله ان شاء الله، والانسان هو اللي كيختار النهايه ديالو. كنحاول تكون النهايه جميله ان شاء الله. يعني الفيلم ننتظروا فيه علي صميد كبير بالاكشن ديالو، بالمواقف اللي دازو، بالاعتقالات، بهادي، بكل شيء ان شاء الله، بلي ديتاي هيدا كنشوفو الله يقدرنا ان شاء الله. الراب شنو خدم من عندك؟ شنو خدم منك من شخصيتك؟ الثقه في الناس. بقيت كنثق في بزاف الناس، حيتاش كتجيبها بعض الاحيان كتلاقى ب فنانين باغيين يبداو، ولا الناس مواهب باغيين يكونوا مستقبلا، وكيكونوا بواحد الوجه وكيبينوا لك بانك انت عزيز وهادي وحنايا وهادي وتينا، بالنسبه لنا واحد القدوه ورمز كتعاونهم، وكيظن بانه وصل. من بعد كيدير كارا اخرى وكولوغ اخر، ما كنوليش نعرفوا هنا. شكون اللي ندمتي في التعامل معاه؟ سميات. الا ندمت راه ما يستاهلش نجبدو. واش الناس معروفين يعني؟ ما كنظنش يتعرفوا بزاف. اللي معروفين وقع لي معاهم خصام كنصرح بها باش الناس المتابعين ديالي يعرفوهم، والناس اللي كانوا عاد غادي يبداو وما كملوش ان شاء الله يعني خصهم يعوضوا القلب ديالهم باش يوصلوا. هذه هي الحاجه، يعني الراب حيد لي الثقه من اي واحد. ضروري تكون قبيح باش تكون مغني ديال الراب، لان كاين الناس كيقولوا عليك انت قبيح علي صميد. شكون هما؟ شي وحدين، راه ماشي كلشي كيبغيك، كاين الناس كيبغيو وكاين الناس اللي كيقولوا عليك قبيح. العظماء وخيرات الناس في التاريخ راه كانوا عندهم اعداء، كانوا عندهم الناس كينتقدوهم، والا ما كانش انتقاد ما نعرفش الاغلاط ديالي، لكن ماشي الغلاب. الا كان الغلاب ما يكونش عندي اللايك دائما زايده 90% على ديزلايك. داير حاجه بسيطه. واش بصح ما كيعجبكش الفن ديال الحليوه؟ شكون حليوه؟ ما راك عارف شكون حليوه؟ رابور ما عمري سمعت له شي حاجه ديالو، ولكن بصراحه شي جوج ديال المرات كت... السيد ما كيخرج والو، ملي كنجبدوه دابا بحال هكا راه هو كيستعد يدير البوم اصاحبي. البوم هذه 3 سنين وحنا كنسمعوا هذا البوم، نزلوا ما فيها باس، وعندهم بزاف ديال البوم. حنا كنعطيوه وقت ديال 10 شهور 12 شهر بزاف، عام ونص. ما كاينه حتى شي حاجه زوينه في شنو كيدير حسب رايك انت؟ حاجه زوينه هو سميتو ايهاب.
سميتو احترام. شوف مع احترامي للو هذا الراب جيم حنا هيدا يعني، اما زعما شي حقد حقد عليه كشخص فهو يندز على بزاف ديال الناس. حنا بيناتنا الاسلوب ديالو ماشي هو الاسلوب ديالي، وانا كندافع على الاسلوب ديالي. هو الا عنده باش يدافع على الاسلوب ديالو كيدير الاسلوب ديالو هو اصلا دابا هو ما كاينش في الساحه. كيدير الاسلوب ديالو عادي، كيدير الاسلوب ديال حليوه. يمكن هو ما فطنش داكشي اللي كيديرو، حيت الا قلدوه الناس غنوليو كنشوفو الشباب يعني تخرج من الدار، الشباب اللي كتسمع الراب. انا هضر على الموسيقى ماشي على حاجه اخرى. لا هو موسيقى، موسيقى كتاثر في الانسان اي حاجه يعني، خصنا نكونوا واقعيين في هذه الحاجه. هذه يقدر الانسان يقلدك في اللباس، يقلدك بطريقه الهضره، بطريقه الا كتستعمل شي حاجه. يمكن باقي صغير ومازال الايام قدامه باش مادام دار سميتو في الدومين فاحتراما له. وهو كإنسان ما عندي معاه حتى شي حاجه كحقد ولا ما يوصلش، غير في الراب جيم الاسلوب ديالي كنتقدو انت كتنتقدني. علي صامد بينما البنت الصديق ديالك؟ لا. صديق ديال بصح ديالك؟ لا. والو كاع؟ لا، وما عمرو يكون صديق ديالي البنت. علاش علاش جبتك شحال من مره؟ حيت واش انت هضرت عليه شحال من مره؟ كنتخالفوا بزاف الحاجات. هذا من الناس اللي جاون عندي باش باش يصوروا في طنجه، باش نديهم بلايص زوينين، وكان زوين وظريف وهذيك. مي من بعد ما عرفناش ماله الله يهديه. كيقول عليك صمادينا الصامده. شكون زعما؟ شنو كتعني هذه الجمله؟ ايوا دقان ولا راب جيم ولا كلاش؟ ما عمري سمعت هذا الشيء هذا. ولكن على هذو كاملين قباح وخايبين وانت ظريف وزوين. هذو كاملين بانوا لك جوج الناس كاملين، راه مازال الناس مزيان. انتوما اللي كتجبدوا الناس هذو، اما اعطيني شي حاجه زوينه نقول لك زوينه. شكون اللي زوين؟ الدري زوين. شنو كي داير؟ ماشي زوين هذا ماله طه. حايل درويش كيعمل اللي بغى عادي، ما كيهضرش بزاف، ما كيجبدش له انتقادات، رغم انني ما كنتفقش معاه شي حاجه. ملي كنهضروا على لي كلاش، انت فضلتي الكلاش ديال بيغ على ديال ديزيدروس. اه صح، فواحد الصريح صراحه سيدك، حيتاش هو اللي بدا. زرب تغلب. زرب تغلب. زرب تغلب. البديه كتكون هي كلشي، حيت هو اللي جر موراه ديك التراكات اللي خرجوا وحرك الموفمون. كان عقال في هذه، لكن ما متفقش معاه في التراك الثاني. وماشي انا ما عنديش الحق ننتقد، هو فنان خصنا نحترمه عادي. هذا يعني ملي تنقولوا البيك تنقولوا مدرسه شويه قديمه وعنده الوزن ديالو، يعني واخا كلاشي خصنا نفهموا الكونتكست اللي كلاشا فيه. وكاع الناس اللي ما كيحترموش الناس اللي قدامين راه كيكونوا عرضه للخطر. الاجيال القديمه راه ما يحترموكش حتى انت. واش كاين صراع ديال الاجيال في الراب؟ دائما، حيتاش الجيل اللي كيسبق الاخر مي كيحس بجيل لحق عليه ولا جا موراه كيخاف على بلاصتو. وهي في الحقيقه ماشي هكاك، خصو يكون واحد التعاون. شكون اللي كيعجبك في البنات الراب ديالها اللي عندنا في المغرب؟ عفوا البنات. اه من ناحيه بروفيسيونيل ولا من ناحيه فلو في الاحتراف؟ اللي غادا مزيان مزيان، واخا ما كسمعش الراب ديال النساء، كسمع الراب ديال الرجال، لكن ملي في الراديو ولا في شي حاجه كنظن اللي عندها طابع احترافي منال. منال حيتاش كتغيب وترجع وتحط حاجه نقيه في بلاصتها عاوتاني تغيب. داكشي مزيان. ايدي شحال ما شفت شي جديد ولا شي حاجه. الا كانت درت شي حاجه زوينه الله ييسر لها الامور. واش عمرها وقعت لك مثلا شفتي شي موهبه يلاه طالعه وانت توخيتي فيها الخير وقلتي هذه غادي تكون مزيانه وانت اتصلتي بها باش تعاونها؟ حيت معروف عليك بنت. انك تي جينيرو. لا بنت ولا ولد؟ بزاف كاينه، بزاف كاينه بزاف ديال المواهب ان شاء الله غادي يبانوا. وملي غنعملوا افتتاح ديال اللايبل ديال شركه انتاج ان شاء الله غيبانوا بزاف التسميات وبزاف ديال الصامدون. دالي صامد شنو كتسمع ملي كتريني؟ الراب. لا زعما اين جروب، اين موسيقى، اين واحد، اين رابور؟ كنسمع الجروب ديالي الدعال، حيت حنا معروفين كنخدموا واحد الرسم طالع. الريتم اللي الى شو الحراسات ديالنا في لاسين ما كنكونوش واقفين، يعني كتكون الحركه بزاف في التيمبو. واللي كيموتيفيني بزاف هو الراب ديال امريكا اللي قديم، بحال توباك، بحال ان دبليو اي، ايزي اي، وتانك ديم اكس. لا وتانك
كنت كنتابعهم بحق ماشي فان ديالهم هما والاونيكس ماشي اللي معروفين بالانيكس ماشي عزيز داداس كتعرفو وي وكنحترمو بزاف واش الصوت ديالو في الاخر ديال واحد الاغنيه ديالك عزيز داداس كنا هضرنا في السوشيال ميديا وولدو فان ديالي وشرف لي بزاف وصارت ليه ديديكاس وانا اصلا قبل ما يكون هذا الحوار بيناتنا كنت فان ديالو وكيفاش كيادي الادوار وكيفاش داكشي كتسيق كتسيق بزاف اخر سؤال تفضل واش كتبكي يمكن منكم بوحدي بوحدك كتبكي حتى حد ما يشوف دموعي بلا نظر بلا والو يمكن نكون باكي من القلب ديالي بشي 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 موقف وما مبينش ما تبين لتا واحد نبكي في الموسيقى بينك وبين راسك كتبكي كاين اللي اللي باكي من العين كاين اللي باكي في غناه هذا بونش لاين هذه قافيه الاصدار ديالي لوموني هذه اخر قافيه ختمت بها في الاصدار ديال لوموني اللي هو البوم كابيتانوس كاين اللي باكي من العين كاين اللي باكي في غناه انا ملي كتخناق بيا الدنيا وكنبغي نبكي كتغني كنمشي للاستوديو كنكتب وكنغني بصوت عالي ونخرج داك الشيء وحيد مضادر نشوف عينيك انا سي مسا عينيك زوينين علاش خبيتيهم مضادر؟ والبكا ماشي ضعف البكا هو قوه لا بحق الانسان ماشي 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 كلشي يقدر يفهم دموعك الانسان ماشي ماشي كلشي يقدر يفهم ويحس بك كل واحد يترجمها كيف ما بغى اللهم بكي بوحدك وبكي في الموهبه ديالك عجبتني جاكيتك اخويا مرحبا بك عندي ستور عندك هديه بحالها علي صامد ما سخيناش بك تبارك الله عليك اخويا شكرا بزاف تحيه لكم مرحبا بك لا بلاتي بقى معنا وصلني هاي الحلقه تبارك الله عليك جوج شكرا بشرى شكرا اسامه شكرا علي صامد نورتينا في هذه الحلقه موعدنا غادي يتجدد في الحلقه المقبله نفس التوقيت على نفس القناه هاشتاغ بيناتنا وكاع اخبار المشاهير بيناتنا